قناة نور تي في، قناة المربي بامتياز. نزور الضيعات والمزارع، نجري لقاءات، ننجز ربورتاجات، نقدم دروس في التربية، ويسعدنا انضمامكم إلى أسرتنا. أسعد الله أوقاتكم مشاهدي ومتابعي قناة طور تي في، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع حلقتنا اليوم سنتكلم عن التحصينات التي تمنح للسمان من أجل وقايتها من الأمراض. فنظرا لارتفاع أسعار الأدوية العلاجية مقابل انخفاض سعر بيع الوحدة من المنتج النهائي لطائر السمان لصغر حجمه، بالإضافة إلى عدم جدوى العلاج في كثير من الأحيان خصوصا في حالة تمكن المرض وانتشاره في القطيع، وبالتالي فإن الاهتمام بالوقاية والتحصينات يعتبر أكثر جدوى وفائدة. والوقاية تتضمن الرعاية الجيدة للقطيع باتباع الأسلوب الصحيح في التغذية والنظافة والحضانة والتهوية وكذلك الحرارة والرطوبة. أما التحصينات فقد وضع البيطريون عدة برامج للتحصين ضد الأمراض الشائعة، نذكر منها على سبيل المثال البرنامج التالي الذي سنسرده عليكم مشاهدينا الكرام. ففي اليوم الأول يعطى السمان سكر بمعدل 10 جرامات في اللتر زائد محلول معالجة الجفاف، ومن اليوم الثاني إلى الرابع يعطى له تايلو أو كوليسيتين بمعدل سنتيمتر في اللتر أو خليط من الاثنين، ومن الخامس إلى الثامن يمنح له فيتامين ه زائد ألف دال 3 ه سنتيمتر في اللتر الواحد، ومن التاسع إلى الحادي عشر يعطى له ماء فقط. من الحادي عشر إلى الخامس عشر يمنح له فيتامين سين زائد ألف دال هاء ثلاثة سنت واحد سنتيمتر في اللتر الواحد. من السادس عشر إلى التاسع عشر يمنح له تايلو أو كوليسيتين بمعدل واحد سنتيمتر في اللتر، ومن يوم العشرون إلى الرابع والعشرون خميرة برة بمقدار جرام واحد في اللتر. من الخامس والعشرون إلى الثلاثون يعطى له فيتامين كما سبق ماء نظيف تمهيدا للتسويق. يمكن التحصين ضد نيوكاسل ولكن ليس من الضروري في حالة التسمين، ويفضل تحصين البياض. يمكن وضع العسل الأسود كذلك بديل لفيتامين سين. فعلى المربي الناجح مراقبة القطيع مراقبة دقيقة وعزل الأفراد التي يشبه في إصابتها بمرض ما، وعرض الأفراد المعزولة بسرعة على الطبيب البيطري، وهذه الخطوة تؤدي إلى الاكتشاف المبكر للإصابة بالأمراض وتساعد على سرعة العلاج في الوقت المناسب قبل انتشار المرض وحدوث الخسائر. يتعرف الطبيب على المرض من خلال الأعراض الظاهرية ثم عمل الصفة التشريحية للأفراد النافقة، ويقرر العلاج المناسب والذي يبدأ عادة بإزالة أسباب المرض ويعطى جرعات علاجية من الأدوية المناسبة بجانب رفع حيوية القطيع بزيادة الفيتامينات والأملاح المعدنية سواء في العلف أو في مياه الشرب. حلقتنا لهذا اليوم انتهت، نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم الإفادة المرجوة. شكرا على تتبعكم وإخلاصكم لقناتنا، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.